معانا عبر الهاتف الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشه لتحليل الحالات التحكيميه في مباراه اليوم بين الاهلي والرجاء. كابتن جهاد صباح الفل، مشرف ومنور كالعاده. صباح الخير يا كريم عليك وعلى كل المشاهدين. اخبار حضرتك ايه؟ والله الحمد لله فضل ونعم. رايك في اداء الحكم النهارده جان جاك نادالا؟ والله الحكم عامل مباراه كويسه، ما احنا بس نختلف معاه في لقطه واحده بس اللي هي ركله الجزاء الاهلي الاولى. اللعبه الخطا الاساسي من الفار، انا ما استدعيش الحكم كابتن كريم الا لما اكون عندي صوره واضحه واضحه ان انا لا تكبر الشك، يعني صح. مش عندي صوره ان انا اشك انها لمسه يد او مش لمسه يد، وبالتالي الحكم لما تجي لك صوره مش واضحه فواجب عليك كحكم ما تاخدهاش وما تحتسبهاش، لان بعد كده في الاخراج التلفزيوني تم اعاده الصوره بصوره اوضح واتضح ان الكوره ما لمستش يد تماما، وبالتالي ركله الجزاء الاهلي اللي تم احتسابها الاولى ركله جزاء غير صحيحه. غير صحيح، ده الخطا الوحيد الاساسي بالنسبه للحكم في المباراه، لكن ركله الجزاء الثانيه مظبوطه والطرد مظبوط، وهو مجمل المباراه ما فيش فيها اخطاء هي المؤثره غير اللقطه بتاع ركله الجزاء الاهلي الاولى. طيب لكن غير كده ما فيش مشكله بالنسبه لنا كتحكيم بالنسبه للمباراه، هي بس اللقطه ديت الاولانيه اثرت الجدل كتير في المباراه يعني. طيب انا بقى بيبقى عندي مشكله ثانيه في المباريات الافريقيه تحديدا مع فرق شمال افريقيا، اضاعه الوقت. اضاعه الوقت بيبقى واضح جدا، والحكام عندنا الافارقه ما بياخدوش اكشن او قرار حازم عشان يمنع اضاعه الوقت، ده بيسيب كل واحد يقع كتير ويتحرك كتير. المفروض الحكم في المواقف اللي زي دي بيعمل ايه يا كابتن جاد؟ بص، هو اكيد هتبقى له ملحوظه في المباراه، ملحوظه طبعا بالنسبه للتحكيم هي ملحوظه، بس مش ملحوظه كبيره ان ممكن نتكلم فيها كتير، لكن اكيد هتبقى ملحوظه من التحكيم سواء المراقب التلفزيوني اللي بيراقبه او مراقب المباراه اللي معاه في الملعب. هو طبعا معروف عن فرق شمال افريقيا الاسلوب دوت، وبالتالي هو اكيد محضر نفسه لده، بس الواضح النهارده هو بس قصه التحضير للموضوع اضاعه الوقت. ما يعني لو من البدايه حجم لعيبه الرجاء في اضاعه الوقت كان ممكن بانذار واحد كان ممكن نهى الموضوع من البدايه. طب اقول لحضرتك حاجه، انا استغربته، هو تراخى في البدايه. انا استغربته في ايه بقى؟ انه كان حازم جدا مع النادي الاهلي في الشوط الاول، فاكر الكره بتاعت حسين الشحات ضربه ركنيه راح رفع له انذار عشان حس ان هو بيضيع وقت، بعد كده الرجاء ضيع وقت قد كده اهو، والامور كانت اكثر يعني كان لين اكثر من اللازم معاهم بصراحه. هو كان لازم يبقى في حزم زيادة عن كده، ده على فكره دي كومنت بيتاخد عليه وبينكتب في تقريره، بس مش ده الكومنت اللي ممكن ياثر على اداء الحكم في المباراه، بس طبعا ده مهم جدا لان ممكن دقيقه واحده تفرق في نتيجه المباراه، ده مهم جدا. صحيح كريم، لو معاك وقت ممكن اكلمك على ماتشات الدوري ولا؟ يا ريت يا ريت طبعا يا ريت، اتفضل. انا كان في امبارح واول امبارح خمس مباريات في الدوري الممتاز، هتكلم سريعا عشان وقتك. كان بالامس ماتشين، غزل المحله والجونه وسيراميكا فلوتشر، ما كانش عندنا مشكله في ماتش غزل المحله والجونه، طاقم التحكيم على المباراه كويسه جدا. في ماتش سيراميكا وفلوتشر كان طاقم التحكيم كويس جدا، وخاصه المساعد الاول احمد عبد الغني، بقول اسمه لانه مميز، لان الراجل ده احتسب هدفين صحاح، واحد لسيراميكا وواحد لفيوتشر، والاثنين اتلغوا عن طريق الفار. وفي الاعاده التلفزيونيه واللقطه اللي خرجتنا من الفار الهدفين صحاح، وكقرار المساعد في الهدفين سليم في الشوط الاولاني في الشوط الثاني، فبالتالي انا بذكر اسمه احمد عبد الغني، مساعد محترم جدا، مساعد اول طبعا، واتلغى هدفين والهدفين صحاح، واحد لفيوتشر وواحد لسيراميكا، واكيد الهدفين دولت ما اثرش في المباراه، بس في الاخر بقى في تميز كبير جدا من المساعد، اتظلم بلقطتين من الفار. قبل اول امبارح كان عندنا ثلاث مباريات، كان في مباراه طلائع الجيش وانبي، في اللقطه الاهم ركله جزاء الانبي الحكم احتسبها، مسك وشد من المدافع اللي طلائع الجيش، ولكن للاسف الفار تدخل والحكم راح شاف اللقطه في الفار ولغى ركله الجزاء، لكن هي في الحقيقه ركله جزاء صحيحه للانبي تم الغائها عن طريق الفار في قرار خطا جدا من حكم المباراه، وقبله كان حكم الفار لما استدعاه بالغاء ركله الجزاء. صحيح. في ماتش البنك الاهلي والاتحاد كان في هدف صحيح للاتحاد السكندري تم الغائه عن طريق تقنيه الفار، لما طلعت الصوره من الفار، الصوره اللي طلعها الفار للتلفزيون، الصوره ديت موضحه ان الهدف سليم ومفيش فيها تسلل، وبالتالي كان قرار خطا من حكم الفار في مباراه البنك الاهلي والاتحاد. صحيح. الماتش الاخير الماتش المقاولين العرب ومصر المقصه، الماتش كان ماشي كويس جدا، لكن فيه لقطه غريبه جدا، ركله جزاء للمقصه الحكم ما احتسبهاش في ارض الملعب، استدعاء حكم الفار، الايد ممتده من المدافع المقاولين العرب على امتدادها بالكامل، الايد مسافه، الكره جايه مسافه طويله، الكره اصطدمت باليد اللي ممتد خارج الجسم تماما، الحكم استدعى ومن حكم الفار اللي عمل القرار المظبوط ان استدعاه، الحكم شاف اللعبه وللاسف ما خدش القرار الصحيح
في لقطه غريبه جدا اثرت صحيح على نتيجه المباراه. صحيح بنتكلم على 3 مباريات صحيح فيهم اخطاء تحكيميه مؤثره على نتيجه 3 مباريات. ده صحيح ده كان ملخص يا كريم ل5 مباريات في الدوري الممتاز. كابتن جهاد انا بشكرك شكرا جزيلا، دايما اضافه كبيره، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.